طبعا فور يعني تداول المقطع تم يعني تخاطب مع الجهات الأمنية. حنا بيننا وبين الأمن العام يعني تواصل دائم وتنسيق عالي وتكامل في العمل في كافة الحالات، سواء عنف أو مثل هذه الحالة أو حتى على مستوى العمل المنزلي أو غيرها، فدائما بيننا وبينهم يعني تواصل. وأيضا الأمن العام الشرط تشترك معنا في فرق في المناطق، تشترك معنا في فرق الحماية. طبعا فورا يعني ما شفنا المقطع ومتداول بشكل كبير تم مخاطبة الجهات الأمنية كالعادة، وحتى الآن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي يعني معلومات، ولم تعلن حتى الآن الشرطة حول أنها قبضت على هذا الشخص أو لا. نحن في انتظار إن شاء الله، ولن يطيل يعني إذا كان فعلا ما حصل هذا حصل مثلا اليوم أو أمس خلال فترة قريبة أو حتى لو كانت فترة قديمة، فسيتم الإعلان عنه. وبانتظار إن شاء الله أن الجهات الأمنية تقوم في دورها الكامل وتلقي القبض عليه، وبعدين يتضح عاد بعدها وش الإجراء اللي اتخذ، سواء من حيث هذا الشاب اللي لا نعلم حتى الآن هل هم والديه أو لا. ودورنا حنا الرئيسي والمهم جدا هو تجاه هذا المسنين، يعني وش وضعهم وهل يشكل تم التوصل لهم طيب خالد المسن والمسنة؟ حتى الآن لم يتم التوصل، زي ما ذكرت لك احنا نتنسق مع الجهات الأمنية، إلى الآن لم نبلغ ولم تعلن الجهات الأمنية حتى الآن أي يعني بيان حول التوصل لهم.